بلدي ملي كيمشي وما بقاوش نخوت. الله يلعبو الكرش، الله يلعبو الكرش، يقول لك هادي اختي، الله يلعبو الكرش، يقول لك هادي خويا. اقسم بالله نايم اخوك، كل سنه دايرهم انايا الناس كنخدم عليهم وحياتي وشرفي ونفسي كلها طاحت بسببهم. ما رحمونيش ما رحمونيش ما رحمونيش يا بدر، ما رحمونيش ما رحمونيش. السلام عليكم، بغيت نقول لك شكرا بزاف مادام وصلك هذا الفيديو هذا، الا وانت من الاوفياء ديال هذا البرنامج هذا، ومتاكد بان هذا البرنامج هذا تيعجبك. وبالنسبه للناس اللي جداد ويلا غيكتشفوا هذا البرنامج هذا، ما تنساوش انكم ديروا جيم وشي كومونتير وتخليوا لنا غير المدينه ديالكم باش نتعرفوا عليكم كذلك، والعائله ديالنا تزيد تكبر. السلام عليكم. لا ما عنديش. واخا مرحبا حكيمه، نورتينا، تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك حكيمه. انا سميتي حكيمه، عمري 47 سنه ما شاء الله، ام عزيبه، وحبيت نشارك معكم القصه اللي هي كيف قلبي من صوري، ما عمرني طلقتها وما عمرني هضرت فيها كاع، والحمد لله. اليوم اللي غادي نهضر، جا اليوم اللي غادي نتكلم ونوضح كل شيء. مرحبا. انا ملي كنت صغيره، في بلادنا ورزازات، ملي كنت صغيره هي على حال الله يرحمهم على علاقه الحال، قرا في مدرسه 6 سنين، ديك الساعه كنا كندخلوا على 7 سنين، مدرسه ما كملتش القرايه ديالي، ما كنقراش مزيان لانه كانوا ودني ديك الساعه سنكا ما كنتش كنسمع مزيان، دوبلت جوج خطرات، والدي كان تيخدم على علاقة حالو ما فحالوش، والحمد لله على كل حال حنا سدات النفوس صافي. من بعد وليت صافي كيشدوني كيقول لي خصني نمشي، خصني نخدم عليهم، خصني نعاونهم، لأنو حنا سدات النفوس، يعني كلهم تيقرا. مشيت صارت عندي تقريبا 9 سنين بحال هكايا، 8 سنين هكايا، مشيت كنخدم، كنخدم في كازا، خدمت في كازا أول مرة، ما كنتش كنعرف أنا كازا كاع كيفاش كانت دايرة، مشيت لكازا خدمت في كازا عند شي ناس في الديور في الديور. واسمح لي أخويا، أنا كنتمنى هاد المتابعين يسمعوني، والناس اللي تسمعني اللي عندها شي بنت دخلها تسمعها أحسن، متخدمهاش في الديور. المهم خدمت في كازا تقريبا مدة شهور اللي خدمت فيها، وقع لي فيها المشكل ديال الاغتصاب الاول. خدمت عند واحد السيده ديما مكرفاني، ديما تعدات عليا، يعني لا اله الا محمد رسول الله. بعد من مشيت من واحد النهار عندها واحد خوها ديما كيشرب، كيجي عندها مره مره، واحد النهار وقع النقاش بيناتهم، مبقاش كيوصلها، ما عرفت كيفاش ذاك النهار مشاو يخرجوا يتعشاو عند شي ناس، خلوني بوحدي في الدار، خلوني بوحدي في الدار. سمعت الدقان، انا ما كنتش عارفه شكون كيدوق، جيت نحل الباب. هادشي في عمرك 9 سنين قلتي ياك؟ شي 9 سنين؟ لا شنو قلتي ليا؟ شحال كانت في عمرك؟ 8 سنين. عندي 8 سنين. المهم حليت له الباب، دفع عليا الباب، دفع عليا الباب، بقات كيهضر هو كيتلاعب كيتقيس، ما كنتش ليا ديالو، وتخلعت هو يشدني هو يدفعني على الصالون، مع الصالون دايرين هما الصالون أنفاس مع الباب، لا السدر ديال الصالون، قال لي غادي تهضري غادي نتكرفص عليك نضربك. ما قديتش كنهضر ولا نتكلم، وقع اللي غادي يوقع بالاختصاص ديالي. واي واش حكيت في عمرو؟ شحال تكون كنت في عمرو حكيمه؟
غالبا غتكون عندي ديك الساعات، كانت عندي ديك الساعات شي 20 سنة ولا 22 سنة. خرج معايا، بقيت انا كل اللي كان ترعد رجليا، دابا كنهضر معاك والتليفون شاده في يدي وكان ترعد. طيب شويه عليك صافي. اللي خرج جاو معايا، شافوا دخلوا جاو عندي، شافوني كنبكي، شافوني قال لي مالكي؟ قلت لهم اش واقع؟ اش واقع؟ المراه لاحظت الساك في يديها، ضربات وجهها. قالت لي وعلاش فتحتي الباب؟ قلت لها انا ما كنتش عارفه هكا حلت يدق، كنقول شكون، ما بغاش يقول قريب. حليت الباب دفع عليا الباب على وجهي صافي. انا راسلها مشات يقلب علي ما جبدوش صافي. انا قلت لهم شي في حالتي نرجع لبلادي، بغيت نمشي عند والديا، بقيت كنبكي لهم تما صافي. راسلها مشات واصلت ديك الساعه غير التليفونات العاديين ديال فيكس ديال الدار. تليفوننا حنايا فيكس عند دار عمي في البلاد، حنا ما عندناش فيكس. اتصل بهم عيطوا للوالد ديالي، الوالد ديالي ما بات ما صبحش على الكازا الله يرحمه. قال لي اشنو المشكل؟ قال لي اودي هاد المشكل غادي نحلو حنايا. اشنو وقع صافي. ناض الوالد ديالي حتى هو الله يرحمه ما رضاش بهذا الشيء اللي وقع. كا قدامهم ما رضاش، عطاه الجوا، جرني الوالد ديالي تاني البلاد. جرني الوالد ديالي تاني البلاد، رجعت دازت. قال لي شوفي، قال لي ما تهضري ما تقولي حتى حاجه، دخلي للدراسي ديك القبيله. هو ما بقاش راضي باش يسمع العائله ديالو تسمع هذا الشيء اللي وقع ليا. حنا شلحنا ما رضاوش. دخلت للدار، الوالده ما فاهمه والو. حتى شتا الوالد دوا معاها وعاود لها القصه صافي. الوالد ديالي مرض من مورا تلتين باش شيت، مرض الوالد ديالي. وصلت لنا البيت الخطر ديريكت، 24 ساعة على هاد الصدمة اللي وقعت ليا صافي. اصلا الوالد ديالي هو تيه مرض صافي. بقيت قاعد صافي الدار هكايا، ما بقيتش كنخرج، ما بقيتش يعني حتى ديك اللعبة اللي اللعب ديال الطفولة ديالي ما دوزتهاش. اللعب ديال الطفولة ديالي ما دوزتهاش، يعني داك الاكتئاب وداك الصغر داك الشيء كبر معايا صافي. وانا بقيت معاهم، دوزت معاهم تقريبا شي عام بحال هكا اللي دوزت معاهم في الدار. جاتني واحد الخدمة ما كنت في البلاد عندهم، كصافي وانا مشيت كنخدم عند واحد المندوب، خدمت عنده لا نسيت مع دار، خدمت عندهم السيمانة والسيمانة كنمشي نطلع عليهم. المهم الحياة هي أكوا غادية حتى كبرت تقريبا، وصلت 1996 كنخدم في واحد لوطيل. عاوتاني ملي كبرت شوية داك الشيء خدمت في واحد لوطيل، تعرفت على واحد نيجيري، تعرف عليا واحد نيجيري أنا بغيت نتزوج بيه. قلت ليه مرحبا. قال لي العائلة ديالك؟ العائلة ديالي حتى هما راه غيفرحوا ماشي مشكل مرحبا. مشيت ديت عند دار عمي، هو الأول حيت من الدار ما تيعرفوش الفرنسي، ديك اللغة ديال الإنجليزيين ما تيعرفوش ليها. ديتهم لدار عمي، دار عمي بقى كيتفاهم مع عندو بنته قارية، بقات كتفاهم معاهم داك الشيء صافي. استقبلوهم هو وخو، استقبلوهم للدار. فكر ما بين البنت نتزوج بها، جابوا الطلبة، داروا الخطوبة وداك الشيء صافي. قال لهم غيروا جوج الوراق حنا غادي نجيو نديوها. وحكيت له انا القصة، يعني كيعرف شويه اللغة العربية، حكيت له القصة ديالي اللي واقعة ليا زعما يعني بسلي. قال لي داك الشيء نساي، حنا ما كنفكروش في داك الشيء، داك الشيء نساي. قال لي فكري فلي صافي. بقيت هكا معاه. مشى هو للنيجير، جاب له وثائق ديالو، انا كنوجدو راسنا باش نطيحو العقل داك الشيء. من الورقة الورق كيتعكسو، الورقة الاخرانية اللي جات بان عنده 3 عيالات مجوز. واو ثلاثة ومنين الدار؟ هو قال لهم انا ما عمري تزوجت. ومنين جات الورقة تعكست، قال بأنه راه عنده مجوز واحد
متزوج عنده ثلاثة هما تماك تيديرو الصورة الفاتحة بزاف. صافي انا قلت له انا ملي سمعت عاوتاني ملي سمعت بان مجوز طلع ليا الدم يلا كتنقص ليا النقاشة في يديا طلع ليا الدم مشيت كنغسل يديا بديك الحنة ما رديت وتصدمت. الوالدة الله يرحمها مسكينة دخلات البيت قالت لي انا بنتي غنصري راسك سميتو غنصري صافي داكشي اللي عطا الله عطا تزوجي صافي بقاو تيصاوبو معايا الهضرة صافي وانا موافق وصلنا يعني البلاد ديالنا مبغاوش يعطيو الموافقة ديال الزواج مشينا لمراكش مشينا لمراكش حنا العقد تماك في مراكش طيحنا العقد رجعنا لبلادنا صافي دوزت معاهم واحد السيمانة جا هو كان مشى للرباط ورجع قال لي صافي على جميع حوايجك قال نمشيو لكازا باش نركبو في المطار قلت لي صافي مشينا ملي مشينا مشيت لتماك جلست معاه تماك تقريبا شي قريبة عام قريبة عام تماك العيالة ديالو تماك مبغاونيش نكون معاهم مبغاونيش نكون معاهم وديما معاكسين معايا وما كان يعني بالهضرة ديالهم وداكشي ديما معاكسين معايا ملي كتسوق وحدة فيهم اللي كتبغيني كتعرف اللغة العربية المصرية هي اللي كتفهم معايا من الله بغا يكتب ليا بس زعما نولد انا ما عمرني عرفت ديك الشهادة انت ديك الشهادة حتى النيجيريين كنحل الباب ديال البيت حيت كل البيت ديالها في دار وحدها كنحل الباب ديال البيت لقيت المسمار حدا الباب ديال البيت ضربني الدخان على وجهي داك الدخان اللي ضربني على وجهي ما وصلتش عليا نصات المكانة طحت طحت لقيت راسي عندهم هما واحد السبيطار عبد الله يعز المغرب لقيت عندهم المهم لقيت راسي في السبيطار انا تما عاد لقى بان راه الجنين هو اللي طاح ليا بدا كيتكون صافي حالاتي قلت لي شوف هويا منقص كيهضر معايا قلت شوف انا اسمح لي نقاطعك على فكره بزاف الناس يكتبوا في لي كومونتيرات يتوقف لهم اللايف عافاك طلب كلشي برك على قليب ياك وكلشي كتب سميه المدينه ديالو كلشي يدير بارطاج راه ما درتش يكتب والو تيصيفطوا ليه حتى في الواتساب عافاكم كلشي اللي تيتفرج طالب فهاد اللحظه كلشي بقى يبرك على قليب بحال هكا كلشي يدير جيم 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 بحال هكا بقى يبرك على جيم وكتب المدينه ديالك هذا طالب عافاك لانه ما درك كلشي تيكتبها باللي اللايف تيتبلوكا انت بقى تبرك على جيم ودير بارطاجي وكتب المدينه ديالك عافاك سمحي لي قاطعتك حكيمه كملي لنا حكيمه بابا بعد منين تفاهمت دويت معاه هو قلت له والو قلت له عاطي غادي بغيت نتصل بالوالد ديالي والوالدة ديالي بغيت نرجع بحالاتي للمغرب يا صافي واخا يعني يوميا تنقولها لي مدة سيمانة بحالا مبغانيش نمشي مبغانيش باش نمشي خاف نمشي زعما ما نرجعش المهم صافي منين مشى معايا كنت معاه في الطوموبيلة تماك في واحد الفيلاج ديالهم تما مشيت دور ليا الوالد ديالي دوا معايا دويت معاه قلت لهم شوفوا يا إما تقولوا لي شي ابن المغرب يا إما غتلقاوني في الصندوق أنا راه بغيت نرجع بحالي فعلا صافي الوالدة منين سمعت هاد الهضرة هادي ما جلساتش بقات كدوي مع الوالد وتطلب به حتى رجعوني حتى رجعني وجاش معايا هويا جيت بوحدي ما عارفاش منين ندخل ولا نخرج في المطار غير تبع الناس صافي بقيت غادي حتى وصلت للدران الدران وصلت للساتيان صافي وانا نمشي نقطع لبلادي رجعت لبلادي ملي رجعت لبلادي جلست بقيت كنحكي لهم الموضوع الواقع صافي بقيت جالسة كنتسنى هو يجي ما جاش حتى تقريبا حيت قال لي الوالد ديالي قال لي شوفي بنتي صبري على 6 شهور الا ما جاش راه نمشي ندير ليك الطلاق غيابي وخليه حتى بقى 6 شهور 15 يوم تكمل هذا جا هو ملي جا خرج الوالد ديالي برا دوا معاه قال لي شوف قال لي البنت قال لي الا بغيتي دير لها الدار ديالها هنا في المغرب دير لها الدار ديالها باش ديها راه مابقاش باغا تمشي قال لي الا انا بغيت نديها قال لي بغيتها تمشي معايا قال لي لا قال واش حنا هكا عطيناها لك شوف كيرجعتيها لي واش حنا هكا عطيناها لك
صافي قزوه قال لي المهم انا غادي قال لي نمشي حتى مع هو تيدير هادشي ديال النقره كيدورو بيه ديال البازارات قال لي غادي نمشي حتى لمصر وغادي نرجع وغادي نجي نديها قال لي الوالد منك ليها صافي مشي فحالك ملي مشي فحالك عاود رجع قلت لي شوف انا ما غاديش نمشي معاك بدي لي الدار دي لي الطاخ بتخليني مع والدي وتصرف عليا مرحبا بغيتي تدي لي الدار ديالي بوحدي مرحبا يعني عطيتو الخيارات اللي عطيتو هويا قال لي صافي قال لي ملي غادي تبقى مع مريم دار بقى مع مريم دار بقى نصيفط لك مشى نتماك ما شفتوش حاليا نتماك ما شفتوش صافي نتماك ما شفتوش يعني تقريبا كنت تسنى تسنيتو عام ملي ما جاش درت عليه الطلاق غيابي صافي شديت براتي صافي وليت مشيت عاوتاني كان خوش كنمشي نخدم على والديا كنعاون خوتي وداكشي صافي بقيت انايا صافي ديت على خدمه وليت طاحت خوتي راه تقربوا عليا مابقاش كيعطوني الوقت يعني حتى ديك يبقاو يجمعوا معايا يتكلموا معايا ما تيعطونيش الوقت حتى شي حاجه ديما المشاكل ديما الصداج ما تحويجاتي بحال قلتي هما في المدينه بحال هما في العربيه انا في المدينه مشيت كنت واحد البيت تماك ومشيت كنخدم تما كنخدم في الطيلات ملي كنخدم في الطيلات داكشي اللي قسم لا السيمانه السيمانه كنمشي كنحط عليهم وكنجي فحال داري واحد النهار وصل السوق مشيت باش نتقطع لقيت الوالده ديالي في السوق قالت لي بنتي راه خصك تستعدي بغات الصنداله قلت لها صافي قلت لها السيمانه هذه غادي نجيب لك الفلوس وشري عليها قالت لي صافي بنتي الله يرضي عليك صافي رجعت فحالاتي وصلت ديك السيمانه مشيت باش نطلع عليهم مع سته العشيه تنعقل دخلت للدار قلت الوالده فين هو الوالد قالت لي راه هو غيدخل البيت ينعس بقيت كنجمع قلت لخت معاك يا باش تشري الصنداله دورت مع الوالده ديالي ما رحمها ناضو هي تقول ناض الوالد ديالي هو يخرج من البيت قال لي قص قال لهم اللي تحرك فيكم وتبعها اللي تحرك فيكم بغا يشدها غادي نصيفطها تخرج معاه نقص قال لي انت يا سيري نوضي خرجي هادي راه ماشي امك حقيقيه سيري قلبي على امك هكا قال عليا علاش قال لي سيري باش هو ناط هو ناط جا قال لي انت جيتي والوالده قالت لي اودي راه شكلات فيك راه شكلات فيك قلت لها راه دخلت للبيت ناس صافي هو نقص اللي تحرك فيكم اللي تحرك فيكم يتبعها قال لي بنتي خرجي لا تشوفي خرجي هذيك راه ماشي امك سيري قلبي على امك هذيك راه ماشي امك حقك قلبي على امك مالي تصدمت فيها مالي تصدمت فيها في ديك اللحظه خرجت كنبكي ومع داك الحي البكات ديالي بحال كنبكي في شي غار شي بير غادي تنبكي غادي تلاقات معايا بنت عمي قالت لي مالكي قلت لها الوالد ديالي اش قال لي اش قال لي قلت لي شو تقولي قلت لها هادشي اللي قال لي قلت لي دخلي دخلي قلت لها لا بغيت نمشي نرجع في حالاتي مشيت في حالاتي رجعت المكان فين ساكنه قلت نبكي نص الصباح الصباح وجهي من فوق ببكا هي ولت كنفكر داكشي كاع اللي داز عليا ما دارش لي الحساب بزاف الحوايج وانا نعيط لماني لوطيل قلت لهم انا ما غاديش نجي نخدم قال لي صافي قال لي حتى تولي بخير واجي تخدمي قلت له ان شاء الله صافي وليت ما بقاش كتبان لي ديك البلا بنقص فيها جمعت حويجاتي طلعت لاكادير اكادير ما عرفتش منين ندخل لها ونخرج لها المهم شديت الكارت ديال اكادير دخلت لاكادير بقيت كندور تماك اشغن نقولك اخويا باطر نعست في سناقي نعست في سناقي كتوصل الظلمة كنمشي تتبان لي شي عمارة محلولة كنمشي نتخشى تحت الدروج ديالها وكنعس كنعس فيها حتى كيصبح الحال عاد كنخرج وديك الساعات ما عنديش الوراق عندي عرق ديال الزيات وكنخرج صافي نتلاقيت مع واحد السيدة الله يجازيها بخير الا بقات في الحياة قالت لي انتي منين بنتي قلت لها منين قالت كنعاود ليها هي تقول لي اجي معايا مشيت معاها سكنت معاها في الدار وداتني واحد القهوة خدمت فيها وحتى هي كتخدم في القهاوي خدمت معاها وصافي ولينا انا وياها كنخدمو ساكنين ما ذلك ما نسيش والديا يعني ما ذلك داكشي اللي وقع ما نسيهمش داكشي اللي قسم الله كنصيفطو ليهم داكشي اللي قسم الله كنصيفطو ليهم صافي
صافي منين تقريبا ضربت شي 6 شهور بحال هكايا دويت مع الوالده قالت لي ربك هو اللي عاوتاني مريض. قلت لها انا غادي نمشي. قالت لي اجي تشوفي اجي تسامحينا واش تلقاي ولا ما تلقايش. صافي وانا شفت الطريق مشيت. ملي مشيت شفت الوالد ديالي متعيان مريض جبتك شلق قسم الله لخوتي تقطيت لهم قسنا صافي يعني بحال ما كاين والو بحال ما وقع والو. صافي بقيت جالسة كتستبر الوالد ديالي صافي نتا عاوتاني مشيت كنخدم مشيت كنخدم في 2006 بقيت باش كنخدم وليت كنخدم عاوتاني في واحد الاوتيل تما كفتها البرج في اكادير وليت مخلطة اكادير وليت كنخدم تماك. صافي ولاو داك لوطي اللي كاين حنا اللي كاين دوك اللي كيخدمو في لوطي كيديرو دوك القرعات دوك القرعات بحال هكايا القرعة كيديرو القرعة اللي عطياتهم وانا ندخل معاهم درت معاهم القرعة وانا نعيط للوالد اللي دويت معاه قلت ليها شوفي قلت ليها واحد السيمان ان شاء الله راه غادي نصيفط لك شي بركة. قالت لي عندك بنتي تنساك. قلت لها والله ما ننساك انا غنصيفط لك شي بركة تعاوني بها. قالت لي راه ربك اللي عيان شي شوية هو ناس وانا نسمعو هو يقول لها ما تقولي عاس لي عاوتاني متم جاية. وانا قلت لها دوزت لي التليفون دوزت لي التليفون قلت لها ربا راه باقا باغاك راه غادي يجي يشوفك ان شاء الله انا غنصيفط لهم داكشي اللي قسم الله. قال لي صافي يا بنتي الله يعاونك الله يرضي عليك هكا. قال لي صافي الوالده بقات تدونا. قلت لي عندك تنسي قلت لها ما نساكش الوالده. صافي دويت معها بحال هكا في الاثنين وصلت الخميس وصلت الخميس عاود دويت معها لقيت الامور هانيه الجمعه عاوتاني جاني التليفون مع السبعه العشيه عيط لي اخويا قال لي دابا جمعي حوايجك اجي بحالات. قلت له لاباس اش واقع. قال لي غير اجي وغتعرفي كل شيء. قلت له شنو واقع ما بغاش تقول لي حتى كنسمع واحد السيده من العائله ديالي كتقولوا بش الحائنه زعما غير قول ليها. قال لي واش بغيتي تعرفي. قال لي راه امي مات كان با هو اللي مريض حتى السيده هي اللي مات. ملي قال لي خدمت مني مشيت صافي يعني ما بقيتش عارفه راسي من رجلي مشيت لقيتها مع الاخر جوا الدواء الجامع على الدواء الجامع باش يصلوا انا الطاكسي فاش حطا الطاكسي ما قديتش ننزل صافي يعني ما بقاش عندي رجلين حيت كنشوف فم الدار عامره بالناس والغواس وسميتو جاو الناس هما اللي شدوني ركبوني على دارهم تيغوتو قالو المرا ما تدخلوهاش للدار خاصها تشوف ما لما شافت المرا ما غاديش توقف. داوني حتى الجامع تلاقيت مع الوالد جارين الناس غير شافني ويسخف دخلوني هما الجامع حتى شد الوالدة ديالي على الروح اللي شدها الله يرحمها. صافي وليت ما بقيت عارفة اش غادي ديك الساعات بقيت جالسة في الدار قبل الوالد ديالي نوض خوت نوض واحد الأخت عينا غير في الطمع تزوجت داك الشيء يعني مع ما كانتش ساكنة معاهم. ملي جاتني جالسة مقابلة الوالد ديالي ما بحال جاتهم الغيرة ما بغاونيش نبقى مقابلة الوالد ديالي. جلست في الدار هكا جات هي وولدها كيديرو شغل ديك السبت والحد وكيمشيو حالاتهم. صافي مشي المهم شي كلمة بسيطة ما عقلتش عليها وهي تقول لي هاهي خليتها لك شري فيها كي بغيتي. أجاب للدار الهضرة نيكت نقز الوالد قال لي كيما لكم. قلت له وديها شنو قال لي ما تديش عليها ميكي عليها خليها نيكت. صافي دازت شي تقريبا واحد السيمانة هكا عاود رجعت واحد السيده كتجي لعندهم للدار بزاف ما عنديش معاها. قال لي انت علاش غاديري انت ما عندكش مع ديك السيده سيري دخلي للبيت سدي عليك حتى تمشي في حالتها. قلت لهم واش غادي نسد عليا البيت سيرتو تجي براسها تقعد ولا ما تقعدهاش انتوما واش معتبرين واش معتبريني حمقى لهالدرجه. قلت لهم صافي قلت لهم قلت لهم صافي يعني ما ملي كتقولي ديك الهضره كتجيني جاتني غريبه. مي طلعت فوق السطح طلعت فوق السطح كنست هكايا حتى خرجت هي نزلت انايا قلت لها علاش تقولي لي ديك الهضره سيري قصت لي بقات تغوت صافي بقى فيا الحال انا ما كنرضاش انا على الصوم ما كنرضاش. جمعت حويجاتي في الشنطه
الوالد تي عندي كنا بنتي غير كزي قلت لها انت شتي كلشي على عينيك انا راه ما شفتهاش راه ما درت لهم حتى شي حاجه قال لي بنتي غير كزي قلت لي شوف ربي الا حبس لي راسو اخر هذيك هي اخر فاش غادي يبسكن نشوفو بسط لي راسو وبسط لي تيكي ربي الا درت لك شي حاجه اسمح لي قلت لها خصك شي حاجه دور لي التليفون وصيفطها لي قلت لها انت شتي كلشي على عينيك صافي جينا في حوايجي مشيت بحال هكا رجعت لأكادير مشيت كنخدم تماك يعني عانيت بزاف كنخدم تماك وجلست تماك صافي بعد كنعاون كان مرة مرة كنصيفط شوية البركة واخا هي قليلة كنصيفط شوية البركة بس نورها تقريبا شي شهرين غير شهرين هما الأربعة ما عيطو ليا قالو ليا راه مريض ولا راه في الخطر ولا شي حاجة عمرهم ما قالو عليا حتى داك النهار فاش باغا غادي يموت بقات ليا غير ساعات المكان يموت فاش عيطو ليا عيطات ليا عمتي قالت ليا شوفي بكرة بكرة هو كيتسناك نتيا راه ما بغا حتى واحد يشوفها يشوفك نتيا قلت ليها صافي قلت ليها راه غادي نجي يلا قطعت عليا التليفون عاوتاني نسول واش النمرة ديالو كيصحاب ليا باك قلت له با انا غادي نجي لعندك وهما يقولوا لي لا راه ماشي باك هذا راه ولد عمك راه باك باركه في راسك راه مات باك باركه في راسك راه مات صافي صدمة فوق صدمة صدمة فوق صدمة صدمة فوق صدمة شنو الحياة اللي مكتوب عليا نعيش فيه صافي مشيت دوز سمانة معاهم صافي نط في حالتي جيت في حالتي الأكادير من الأكادير درت العيون جيت العيون السحر هنايا وقست أنايا كنخدم كريت واحد طويرة صغيرة وقست نخدم في القهاوي بعد مني كنمشي نخدم في القهاوي يعني طولت أنايا في العيون قست نخدم فيها صافي يعني مبقى حتى واحد كيسول فيا لا حتى اخوتي مبقاش كيسولوا العائلة ديال الوالد مبقى حتى واحد كيسول فيا صافي وليت كنحسب راسي مقطعة صافي مبقيت عارفة فين نحط راسي وليت كنبغي غير خدامة على راسي بوحدي بعد تلاقيت مع واحد السيد تعرفت عليه قال لي ودي بنتي انا ناوي معاك المعقول صافي جلست قلت معها هكا قلت معها كتب عليا القدر نولد معها الوليدات قلت مع الوليدات نولد مع الوليدات وانا صيرت وديما تنطيب لي راسي تنقول تجوج كنقول وجدت ليا غير الوريقات نتزوجو ونكتبو الدراري نديرهم في الحاله المدنيه والو وعاد تيقول لي صافي واخا واخا في ما تنقول الجواز تيمشي غبار ثاني وعاوتاني رجع يبقى يطلب تيقول لي صافي راه غادي نتزوجو غادي نتزوجو غير صبري عليا صبري عليا صبري عليا حتى جات بحال حتى حملت الدرية ويزيت بحالي تسمح ليهم وليت دابا انا اللي هزاهم دابا انا اللي هزاهم الدرج يعني كنطلب الدرجة مبقيت عارفة راسي وكملت في نفسيتي وحلت جوج وليدات وحلت الوريقات انا طلعتهم في المحكمة مش طلعت لهم الوريقات ديالهم باش الا كبروا يقراو ودابا الحمد لله هما كبروا دابا واحد راه عنده 18 سنين والدريه دابا عندها 8 سنين داخله في 9 سنين حيت دي ولدتهم بوحدي وكبرتهم ولوجه بعد شي لوجه ما تيخليهونيش الله يجازيهم بخير تيساعدوني تيعاونوني مرة ولي لا إله محمد رسول الله ما بقيت عارفة راسي فاش غنحط راسي أقسم بالله العظيم دابا راني على وليد دابا كنمشي نخدم عليهم مرة كندير الميناج مرة كنعس طاسة الشكلاط كنمشي نبيع كنبيعها في القهاوي السقاطة هكايا باش غير نجمع نخلص غير الكرا وباش غير نشري لهم كتبات وباش يقراو الحمد لله دابا الحمد لله اللهم لك الحمد إلا فاش كانوا صغار راه ما لقيتش لي حد على محط راسي زعما ختي لي زعما واخا كنتواصل معاها ما بغاتش نربي لحقت عليها وداك الشيء ومشيت وطلقت الكرا ومشيت لعندها وسديت الدراري وديت الدراري وقلت انا زعما ختي غتحن فيا تشد لي الدراري نمشي نخدم عليهم وانا نكري
والو مني مشيت اخويا بالغش غادي نقول لك مني مشيت لتماك ما لقيتش على من حق راسي وقلت له انا حقي غادي نبيعه شحال باش بعته قول يا اخويا بدر شحال باش بعت حقي 120 ريال ما عرف حقيقة وما أصلا طامعين فيه ملي كان باقي الوالي في الحياة 120 وأنا ما كنتش أنا كان عارفة أنا يا دابا دار الحق شحال تجيني فيه أنا ما كنتش عارفة قلت مع أخويا قلت له أخويا راه ما عندي باش نعيش وليداتي راه تابعيني الحليب ديالهم والكوش ديالهم راه ما عنديش باش نعيشهم قال لي أختي اش غادي ندير لك قال لي أنا أختي خدام غير على قد حالي قال لي قلت لي شوف أنا غنبيع حقي قال لي شحال قلت له عطيني جوج قال لي بزاف جوج ما عنديش قلت له عطيني 100 قال لي 100 نعطيها لك ولكن ما عطاهاش لي مجموعة لك وعطاها لي خويا بدر مجموعة غادي نجي لهنا غادي ندير شي محل كري وندير فيه مسمن وندير فيه داك الشيء المهم ندير فيه مسمن المهم نتحرك المهم ما نجلش عطاني 30,000 ريال في البداية كتكتش معاه وجيت في حالتي لهنا العيون رجعت ورجعت للدار عيطت لمول الدار قلت لي واش باقا الدار قال لي باقا خاويه رجعت للدار سكنت فيها وجلست فيها وفرشت بقيت كنفرش غير بشويه بشويه حتى كديت الامور ديالي ولا خويا كيصيفط لي 10,000 ريال في الشهر باش على حسب الدار على حسب الحق اللي بعت ليه على داك الحق اللي بعت ليه منين كمل لي 100,000 ريال قال لي راه غادي نعيط لك قال لي غادي تكتبي لي واحد الوكاله باش نحفظ عليها انا دوك الشدود الاولين ديال الدار ديالنا ما كانتش محفظه قال لي انا غادي نحفظها قال لي صيفطي لي سميتو باش ورقه على واحد الوكاله بانه باش ما يتكلف بها هو صيفط له الوكاله بقات عندهم تماك انا كنت كنعيش مع وليداتي داكشي اللي قسم الله صافي دارت عاوتاني واحد تقريبا 3 سنين ولا 4 سنين طلع لي الدم عيطت لواحد الجمعيه جات ساعدتني نسيت حوايجي المره الاخيره نسيت حوايجي في 2018 قريبا المهم قربت تكون الكورونا نسيت حوايجي 2017 نسيت حوايجي عاوناتني الجمعية ديت حوايجي الورزازات مشيت تسمك الدار قالت لي اختي شوفي ها الدار تحت عليا على ما تخدمي وتحركي توقفي على رجليك ديك الساعة تقلبي على السكنة قلت لها صافي ان شاء الله انايا نزلت للدار تحت عليا وداكشي اللي قسم الله في يديا عيطت للبناي قلت له ودي غادي تصاوب لي هاد الكوزينة حيت عندي واحد الضربة طاح من التحت قلت لها غادي تصاوبها ليا تقادها ليا بقيت كنتفاهم معاه مشى في حالته اختي كنطلت علينا مشات خرجت برا رجعت اختي رجعت اخر قلت لها مدرا شرتي مع البنات قلت لها شنو درتي قالت لي اختي قلت لها نعم قالت لي ما قالت لك والو قلبات عليا وجهها قالت لي ما قالت لك والو قلت لها صافي ماشي مشكل قلت لها الا ما بغيتينيش نسكن معاك في الدار ما نسكنش قلت لها انا غنمشي نقلب على الكرا فعلا مشيت خرجت عاوتاني نقلب على الكرا الحي ديالنا لقيت واحد الدار عند واحد الشيخ بقيت عندو الدار كريتها عندو بربريال ديت السعر وتكتبت معاه نسيت الحويجات ديتهم للدار ونغمة ذلك غير بيناتنا شي 4 سناقي كنمشي نطلع عليها وكنجي في حالتي نسيت الدراري دخلتهم من الراوت قيتهم حطيتهم في الراوت مني كندوي معاك قلت لها اختي شوفي راه كتبت واحد الطلب بغيت نمشي ندفع في لوطيلات من 7 حتى 3 الصباح غير الدراري راه غادي نبقى نجيبهم لك في العشيه مع 7 العشيه ساعات المكان نتوما كتنعسو بكري ساعات المكان هما راه غادي ينعسو ما غادي يبرزوك ما والو سكتات قالت لي تنتمي حلا مي كات اش كدير ليا هيايا كنوصل العصر اخو بدر اقسم بالله وربي شاهد عليا كنوصل العصر كتجي عندي للدار كتقولي انا غادي عند صحاباتي حتى نرجع كتمشي عند صحاباتها ما كتجي حتى يفوت العشاء عاد كتجي مع عند صحاباتها وتجيب معاها ولدها بلا ما تعولي عليا كتدوق عليا انا زعما ما تعوليش عليا شد لك الدراري الا خدمتي
صافي وحلت ما بقيت عارف شكون غادي يشد ليا الدراري. المربيات ما كاينينش شكون غادي يشد ليا الدراري. ثانية صافي طلع ليا الدم ثاني بحال تجيت. لقيت واحد المرة كتشري الحوايج القدام الفراش القديم بعث ليها كل شيء من جديد. ملي بعث ليها ولات والله ما جات عندي اختي تقولي علاش بغيتي تبيعي. اش دارت هي دورات لخويا كاين في اكادير دورات ليه التليفون قالت ليه اجي تكاتب مع في الحق اللي باه لي بعث ليك قبل ما تمشي انا غادي ترجع للعيون. جا خويا ما بات ما صبح جا قال يلا يتكاتبي معايا هنا فين غادي نعرف شحال جاني في الحق. مني مشيت معاه باش نتكاتب معاه عند الموثق قال لي يا بنتي واش دابا واش تبتي بالاراده ديالك بغات تكتبي لي حقك. قلت لي اه. قال لي واش عطاك فلوسك. قلت لي اه. قال لي واش عارفه شحال جاك في حقك. قلت لي لا. قال لي راه جاتك 9 على 9 يعني 9 على 9 ما عرفتها سما يعني بحال قلتي دار صغيره فيها جوج بيوت وكوزينه. انا ملي قال لي 9 على 9 ما فهمت والو فيها انا ما قارياش فهمت والو. وهي كاينه الاخت الكبيره مع خويا كاينين بجوج انا ما فهمتش انا ما كنتش عارفه انا متفقين عليا. صافي جيت المهم ما عليناش المهم صافي تكاتش معايا جيت في حالتي. جات السيده اللي كتشري الحوايج القدام بعث ليها كل شيء والله ما جاتش عندي تقول لي بالسلامه عليك ولا تقول لي اختي علي الشيطان. قال سي انا غنقابل لك الدراري اقسم بالله العظيم. صافي بعد داكشي ندخل ولدي قال لي يا ماما بغيت نمشي نلعب معاه ولد خالتي. قلت لي سير نلعب معاه. اش قال لي ولد ياك ولد اختي عنده ديك الساعه 8 سنين وولدي يلاه عنده 5 سنين 4 سنين عرفتي اش قال لي. قال لي دابا نتوما ملي بغات تمشيو في حالاتكم غادي نتسناو منكم. جا ولدي قالها ليا قال لي يا ماما اش قال لي الياس اش قلت شنو كتقول. قلت لها اش قال لي اش قال لي. قلت له واخا. جا عندي ولد اختي قلت لها تقول لرينا الهضره هذه. قال لي لا خالتي راه كنضحك معاه. قلت لها ماشي ضحك وانا ندور لها التليفون. قلت لها هادشي اللي علمتي لولدك علمتي لي غير الحقد ما علمتيش لي شي حاجه مزيانه. صافي وانا نقطع عليها صافي جمعت حويجاتي سبت حويجاتي لاساطاس باش ندير لاساطاس لاكادير ومن اكادير عاد عاوتاني نرجع للعيون. صافي مشيت في حالاتي ما جاتش تسال معايا ما جاتش تقول لي جلستي ما جات والو تقول بحال جلستي في هذيك البلاد غريبه. صافي جيت في حالاتي لهنايا جلست عاود بديت من جديد. سكنت في واحد الدار ديال واحد السيده هذيك السيده حتى هي ديما كتجي فيما كيوصلش كتدوق عليا خلصيني كنقولها باقي ما وجدت لك شي. قالت لي شوفي اختي عافاك الا ما عندكش غير خوي لي داري. فواحد الحاله اللي كنت كنعانيها واحد الحاله اقسم بالله خويا بادره بحال حضرتي ليها على تقليدي. صافي ما بقيت عارف فين نحط راسي وانا نعيط لهاد مول الدار اللي كيصبر. عيط له قلت له الله يجازيك بخير على خوات هذيك الدار كارسونيه ديالك خليها لي انا بغيت نرجع نسكن عندك انا ما بغيتش نبقى جالسه هنايا. قال لي غادي يجي وصيتيني. قال لي صبري عليا. قلت له واخا ان شاء الله. من عند الله سبحانه وتعالى هضرت معاه بحال هكا اليوم داز السيمانه عيط لي قال لي جي هاد الدار ديالك خوات. صافي جيت في حالاتي دخلت للدار ويجاتي حالاتي وليت كنمشي نخدم من وليداتي وكنخدم داكشي اللي قصدت من الله. إلا كنا محمد رسول الله دابا للدرجة وليت مرت والله إلا مرت على تقليدي. أنا مرت من البدر مرت ما بقيت عارفة راسي في راسي. دخلنا دارو هاد الشي هذا ديال الدعم. دخلت هذا ديال الدعم هاد الدعم ها هو حتى هو ملي دخلت لي حبسوه عليا كاع ما بقاش كي صرفت منه 5 شهور حبسوه عليا حبسوه عليا قالو زعما هي تنفسنا حبسوه عليا ما بقاتش. قال لي خصك تمشي تشوفي اموش واش المؤشر يطلع ما كنعرفش منين ندخل ولا نخرج ما نكذبش عليك اقسم بالله ما نكذبش عليك. حتى كنمشي للسيدي تيقول لي السيدي خذي واحد الرقم ديال هذا ديال الراميد فيه 9 الارقام من عندهم في التضامن الاجتماعي وجيبي ليا وشوف كي كتسي. قلت له باش غنخلصو اخويا باش غنخلصو. ملي قال لي خلصي عادي دوزو ليا الداعم باش غنخلص انا درت بالناقص اقسم بالله الا كنتي بدي ليا الفيديو ديال الفيديو جبت لك وريقات وتشوفهم درت بالناقص
عرفتي كله بالناقص دابا وليت كنعاني وقسم بلا سيمانه ولادي ما شاف النعمه ما كيشوفوش الماكله مزيانه ما كيشوفوش انا طيبت لهم صار المغرب بالشعريه وبالرز غير بالشعريه وبالرز البوطه دابا كبيره اقسم بالله دابا راه الشهر دابا هادي ما عمرتهاش غير البوطه الصغيره هي اللي دايره دابا كنعمرها مره كنمشي نطلب له الجوع باش كيعمروها ليا وغارقه بشعر الكره دابا وما بقيتش نقول لك حكيمه وليت نفكر اقسم بالله انا وليت نفكر كل كوكات غير اللي تبناهم انا سوي ما عنديش انا ما عنديش باش نكبر وما نعيش وما نسوي وليت كنحسب راسي غادي نموت وليت كنحسب راسي نسوي ما بقاش عندي نسوي انا سانيت الدنيا عندك وقت غير سيسيا الا تكون زوينه ما تفرقوش وما خوت بعضياتهم سوي كوي تبناهم انا صافي مشي حط راسي في الخيريه وجلس سماك تبان معتزي والامل رائد الامل ديالو نايف اقسم بلي لا عييت اضطرت وليت كناكل غير المسلوس يا حكيمه والدين اللي كيمشي وما بقاوش بخوت الله يلعب الكرش الله يلعب الكرش اللي يقول لك هذه اختي الله يلعب الكرش اللي كيقول لك هذه خويا اقسم بالله لا عييت اخوت اللي كنت انا دايرهم انايا الناس كنخدم عليهم وحياتي وشرفي ونفسي كلها طاعت بسببهم وما رحمونيش ما رحمونيش ما رحمونيش يا بدر ما رحمونيش ما رحمونيش حكيمة افك كل شيء دائما في الكومنتر كل شيء دائما بغي واحد كما سنقولك الله الله ما لقيتش ما نقولك ما رحمونيش يا ربي انا كنطلب الرحمة من عندك يا ربي يا ربي انا كنطلب الرحمة من عندك يا ربي خذني من عندك يا ربي انا وقفت بغلت دفتني يا ربي يا ربي يا ربي انت كتشوف الحالي يا ربي يمكن ما تيكونوش عندنا الخوت ممكن يكون ما عندكش الخوت ولكن كاينين بزاف ديال الناس تقدري تلقاي فيهم خوتك وتلقاي فيهم الخير بالكسر من اللي ولدوا لك امك وباك تلقاي الخير في البراني وما تلقيش في اللي قريب لك فالبرنامج تعلمت بان اللي اول واحد اللي صدم عليك هما اللي قراب لك اش نقول لك فريمون تنظن بان كل شيء تاثر في القصه ديالك كاع الناس لي كومونتير كل شيء تيدي معك في هذه اللحظه كل شيء تي تعذبت اقسم بالله تعذبت انا مابقاش كنحمل ولادي يشوفوني كنبكي انا مابقاش كنحمل ولادي يشوفوني كنتعاني انا مابقاش حملت ولادي يشوفوني كنطلب انا مابقاش حملت ولادي انا مابقاش حملت ولادي يشوفوني كنطلب عباد الله انا مابقاش حملت ولادي انا بغيت ندير شي حاجه لراسي وانا ريال كون كان عندي راس الداخليه انا نمشي نحطهم ونمشي نخدم عليهم دابا المشكل اللي مشيت غير نخدم شي براسه ما كيعطيش ليا قلبي لا شديت عليهم الدار انا مابقيتش عارفه راسي اش غادي ندير واخ حكيمه راسي اش غادي ندير ما شاء الله بان تشوف بان كل شيء تاثر في القصه ديالك انا تنظن يمكن كاينين بزاف ديال الناس اللي يقدروا يعاونوك تبغي لنا نفتيو الرقم ديالك دابا في اللايف نقدروا نفتيو الرقم ديالك حكيمة نقدروا نفتيو الرقم ديالك في اللايف واخا خويا غديرها فتي الرقم ديالك حكيمة 06 06 37 عفاك كلشي قيد في لي كومونتير عفاك انت 06 انتوما كلشي قيد في لي كومونتير ديال الرقم ديال حكيمة من العيون اللي بغا يعاونها 06 37
7 9 7 9 4 7 14 14. اللي بغى الرقم ديال حكيمة من العيون 0 6 37 79 47 14. بالنسبة للناس اللي عايشين خارج المغرب 0 0 212 6 37 79 47 14. 06 37 79 47 14. هذا الرقم ديال حكيمة من العيون. حكيمة الله يجزيكم بخير، الله يستر امركم، اعتبروا ولادي ولادكم، اعتبروا ولادي ولادكم، الله يرحم لكم الوالدين. انا راه عارفه راسي هالموس هالموس ما غاديش نبقى عايشه، حيت علاش كنحفظ صحتي كلها مشات. انا حكيمة يا مالس دازو ظروف كثار ملي دزتي منا، ولكن ديما تيخلو امالهم في الله ان بعد العسر يسرا. ممكن هاد الوليدات نهار يكبروا غادي يعوضوا كاع هادشي اللي تدوزي منه. فاعمل فسير الله وعملكم، ضربي عليهم تامر كافحي. ولكن ما تقوليش هاد الهضره هادي ديال انني نخلي ولادي ونسمح فيهم ولا شي حاجه. لا، اللي خلقهم راه مكتب لكم رزقكم. نعم، وكنشوفو مرا كنشوف راسي اقسم بالله العظيم على تقليدي الماكله، ريحه الخضره ما كايناش على تقليدي، الله يرزقني بصحتي. وكنشوف ولادي كيدايو، واليوم الصباح اقسم بالله الا المراه انا غير البارح مشيت لعندها قلت لها بابا اقسم فيا غير 1400 درهم تمشي شي بها تصرف الشكوى كيبقى الدور بها باش نمرني غير باش ياكل. وجات لي غير 10 درهم وشويه الخضير، قالت لي كيبدا طيب لهم، قالت لي والله ما خبيت عليك وطيب بيهم غربة على شوية الخضرة سلقتها اليوم غربة شي ياكلو. يما راه لصقتلهم مصارنهم غير بالشعرية وبالرز، الشعرية وبالرز بس لصقت لهم مصارنهم. أنا علاش غيطيحو عليا ولادي بحال هكا؟ علاش أخويا غتبقى تكذب أنايا وشوف ولادي كيتكذبو معايا؟ أنا بغيت لهم المستقبل، قلت لهم غير واخا وباهم. علاش خليتيه يمشي؟ حتى واحد النقطة أخرى، علاش ما داهش؟ علاش ما داهش؟ تعيط عيتو، ولكن منه والو، ما ديت منه لا حق لا باطل، لأنه وحده مسكينه ما عندها لا والدي ما عندها اللي يوقف معاه، ما عندها الإمكانيات باش غادي. شوف، ماشي بالضروره يكون عندك والديك باش تدعي لواحد، ماشي بالضروره يكون عندك والديك باش انك تمشي ترضي حقك، ماشي بالضروره. ما ناخذوش الاعذار. الوثيقه باقي كتسمى فيك ديال الوكيل المالك، راه كنت كنمشي باش نتواجد معاه، وكنمشي كنتواجد معاه، وهاديك المحكمة أنا ما عارفاش منين ندخل أنا نخرج، كيوقف ليا الكاتب تيقول لي صافي غير سدي الدراري ديالك أنا غادي نعطيك الخبرة شنو واقع. ملي كنمشي تيقول لي صافي. أنا نقول لك واحد الحاجة، أنت مكرفصة هو مهني، خلي تا هو حياته تولي شوية مرار بحال هذا، تغلط تا هو تاهو يتحمل معاك الخطا ديال الغلط ديالكم، ماشي غير انت بوحدك. يمشي يتحمل تاهو المسؤوليه، وتاهو يتعاقب الا ما بغاش. عاقب دابا عند الله، دابا راه ما بقاش دابا راه كيتعاقب دابا عند الله، دابا راه العقاب ديالو راه هو عند الله، راه دابا هو توفى. هذاك الشيء قبل انا راه الوثيقه باقا عندي ديال الوكيل المالك هنايا، باقا عندي باقا محافظ عليها. كنت مشيت سديت. المهم اللي بغى يعاون حكيمة 06 37 79 47 14. هذا الرقم ديال حكيمة. حكيمة تنتمنى من الله انك تعيطي لي ولقاك فرحانة ولقاك وقفتي على رجليك وباللي حالك راه تغير فريمون، تتنفينا بالقصة ديالك، ولكن تنتمنى المرة الجاية تعيطي لنا وانت فرحانة. تنشكرك بزاف حكيمة لانك شاركتي معنا القصة ديالك. شكرا لك حكيمة، الله يسعدك.